امشي مساعدك كفو امشي مساعدك ابو سعد عطنا ونه بنج... هذا الونه اللي قلتها ذي قبل شوي ابو رباح حقه الطفل ابو رباح ابو رباح عيوني ايش تبغي الونه حقته امشي مساعدك امشي مساعدك ابي الونه اللي مشرفه ما ادري من ونبن حربان في مرقبه والنات يتيم عصبته نسوان وما خذ الذباح ابوه عبرته قبلي تكلم يفيض بها الكظيم يا انطق لسانه بهرج حنوكه قطبه هذا صنف من افضل الابيات الون قل ون بن حربان في مرقبه ون تيتيم الرجال يشكي عن ما في صدره فيقول ون بن حربان اسم الرجال بن حربان واحد وهبي ون يعني اشتكى ايه عرفت ون بن حربان في مرقبه والنتيتي عصبته نسوان ما مع اخوان يعني كل اللي حوله نسوان نسوان وامه خذ الذباح به مره فهمت برباح والله برباح يقول اوه والله برباح شخص لا عنده اخوان عنده اخوات فقط وامه ابوه متوفي احنا هذه على وزن ون بن جدلان لا 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 نفسها صح مو بشرط ان كلمة ون ايش المشكلة يا ابو رباح؟ المشكلة ان امه خذت ذبح ابوه، اللي ذبح ابوه خذت امه. شلون شلون؟ لبه هذا كيف تاه؟ اللي خذت امه؟ اللي خذ امه اللي خذ امه من هو؟ اللي ذبح ابوه ابن حوزان لا واحد ما يبي هو مو بصدق يتكلم الرجال يجيبها لك من وحي خيال شوي شوي تخيل الغبنة ايه ان ابوك متوفي في لحن معك الاخوات وامك تروح تاخذ اللي ذبح ابوك اخونه والله جاي بقوه هذه مي بغبنة فاهم يا شيخ هذه ون الرجال ون منها اقول لك يقول ون بن حربان في مرقبه ون تيتيم عصبته نسوان وامه خذ الذباح ابوه بعدين ايش قال؟ عبرته قبل يتكلم يفيض بها الكظيم ينطق لسانه بهرج حنوكه قطبوه يقول في شيء يبغى يطلع قطبوه في شيء يخنقه منه ما يقدر يتكلم يا ولد والله لك ضايع عبرته اللي فيه يا ولد ضايع ضايع والله ما ارجع لا 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 يفهم الحرامي فهمت الكلمات ذي ابو سعيد ايش يقول ايش يقول اول شيء قطبوه ايش معناها عشان اعطيك المعنى كامل لا والله يا رب عليك قطبوه يعني مسكوه مسكوه انا بصير معاك قطبوه مسكوه لا خنقوه من قطبوه انا شفت قال العصبه قلت له ذا التفيل قلت سوي العصبه التفيل هذه عمانيه قال ون ون عمانيه دي اقول كذا لا في عمانيه كيف ابو سعد هذه في اي دوله دي ابو سعد يوم ذكرت ابيات الونه ابيك ابو رباح رجال تذكرت ابيات عبد الله ما شاء الله كيف كثر ذاكرتك ما شاء الله ما شاء الله الصغير هذه يقول كل حدث ذاكره يقول يا ونتي ونت الجالي غالي اللي جلا من بني عمه من اولا عندهم غالي واليوم مطلوبهم دمه الله اكبر الله اكبر صاحب الغالي ما جاني اخبار من يمه ونتي وانا بالجالي اللي جلا من بني عمه الله اكبر من اولا عندهم غالي واليوم مطلوب ابن دمه ابكي على صاحب الغالي مجاني اخبار وش فهمت من قصيده يا ابو رباح يا رجال الضيف اللي اليوم جاء يقول له قصيده اخر شيء طاسه الظاهر طاسه ما ادري اخر حرف يعني قافيتها على طاء قافيتها نفس اللي قصيده الريده الابيات اللي ذا احد جيب ابيات جيب ابيات طيب يقول جيب ابيات يقول زينك المتفرد المتكبر المتعالي عالي يعني هي نفسها يلا كمل يقول زينك المتفرد المتكبر المتعالي ايه ما انا خلق في الارض هذا شيء احلى منه خلينا نكمل اخر حرف ضرب من الخيال اللي يمر يمه شفت ما اقدر والله ما اقدر يلا زينك المتفرد المتكبر الحالي المتعالي متعالي ما انخلق في الارض هذا شيء احلى منه انت ضرب من الخيال اللي يمر
يمه ببالي كل ما تطري تفز من الضلوع يمه الونه الونه خصرك المال بري بري كبدي عليه و بري حالي حالي ليه مسكني طريق العالم المن تمه جنه غايتي في الارض معك ورغبتي وامالي امالك من النعيم الا نعيم جنه الله الله المهم الرجال اليوم يقول قصيده وجاك هو بندر على السنه وجاك هو بندر على السنه يجيب مدش طاسه رجع ضيف جديد علي ده وكلهم تكلموا واقول طاه ذا بكمل شيء الا يوم العيال ضحكوا وانا اقوم قلت ابوها انا فكره حياكم هذه فكره ما شوف يا ابو رباح ترى مو شرط كل اللي علي منها بعض الكلام بعض القصايد يعني مثل يقول وين بن جدلان من لا يعلا من لا يعن وانت ترى بديهين على طول تعرف لاعب اذا قدك شاعر حتى انا اشوف انا ماني بشاعر لكن يعني عندي خبره في بعض ابيات في بعض القصايد اللي يكتبونها الشعار ما شاء الله في بعضهم اللي يكتبها عند السهل الممتنع على طول عطني طيب بالله ابيات خليني اجيب انا اخر حرف تكفى طيب اخر كلمه يقول انا طلع كبره من حركات اللي معك احب لي شخص جعلني ما خلا منك خذ اللعب فيني السبلة وأنا مدري دي بس خل أول بيت ما يمديك إذا تعرف القاف ودني لي بكاء حل عنه عنه جبتها وإذا ضحك ودي أضمه ضم مدري أحب لي شخص جعلني ما خلا منه حب اللعب فيني السبلة وأنا مدري ادري الله. اذا بكى ودني لي بكى عنه واذا ضحك ودي اضمه على صدري الله هذا يا الربع والله العظيم يا كلمات عرفان العرفان الليله اللي فيها الخفاش يوم سب الخفاش والله العظيم اني استانست يا ربع سعد قال خفاش هو في قصيده يسب فيها الخفاش يوم قال خفاش اول ما طلع علي الخفاش اول ما طلع علي المرض اللي راح جاله ما عاد يعود ان شاء الله يا رب العالمين كورونا هو اللي جايب الخفاش الله لا يوفقه ايش درت بالله لا مستحيل يا رجل خفاش اللي جاي من الصين هو اللي جاي أنتري لي أنتري تفتح مقاطع الواتس وتنشرها الخفاش إنه ينقل كورونا يا رجل خفاش جاي منه وجاي من الصين هذا اللي هذا اللي نزل مرسل لي مقطع مرسل لي مقطع واحد عليه عليه قرآن الايه الباكستاني الباكستاني يا خلني اعلمك هذا اللي يصدق يقول لك اذا ربحت من لولو ماركت سياره يفتح الرابط يكرون جواله يجي في رسائل يسرقون الصور اللي عندك جرقت صارت لي اسم في مقطع باكستاني منتشر هو في الكفن كذا فتح عيونه ووجهه ابيض تذكرونه وقالوا هذا الملك مرسلت لي امي الله يخليها لي عليها ايه قرانيه ان هذا كان يصلي وان هذا كان عبد الله وجهه منور تقول اعتبر منه وهو ما شاء الله ما ادري هي حركه ولا هو كذا في الكفن ومطلعين وجهه ابيض ومفتح عيونه تقول اعتبر منه صلي هو ياباني ها ياباني لا لا باكستاني يقول ظهر باكستاني باكستاني يمكن الرجال اللي فيه لا خلدي حي طايحين في النعمه لا حي ما دنا ابيض وجهه ومسوري لا حي هلا فيه مقطع ورد حقات الوتر هلا هو قال يبا غيا واحد هلا ايوه المقاطع حقت الواتساب اللي جيك الناقه برجل واحده يكون سبحان الله وواجب في عين كذا وفتشوب فتشوب فتشوب يا ولد يتدولونه ويشوفون هذا الشيبان وبعدين جاء علي الحين في الواتس اسهم ذا تضغط اسهم متحدد الكل اي انا بدشنا الجلسه كم لك في البرنامج خلها بعد تساعدك لا بدشنها وش اسمها هذه شو اسميها خل سعد جلسه الشعراء لا الشعراء اكمل البيت لا اللي بيجي لي اشتري اللي بيجي الجلسه قول له يلا جلسه رسميه ولا العبوا لا اللي بيجي يا يمسخرني يا مسخره جلسة المسخرة طارت اليوم مسخرة أوه ايش تسوي مسخرة انت مسخرة يعني المعنى يعني المعنى طيب انا بيجي لك اسم يكون جاب الشروط خمسة اشخاص ما تتعدى خمسة جلستك يمكن يتعدى واحد هذا نطقطق عليه ولا يطقطق علينا اها انا كل يوم واحد حفلة أنا. كل يوم واحد حفلة انا جلسة الحفلة جلسة الحفلة جلسة الحفلة نواف والله هذي وحش نواف انا السادس اللي تقول عليه وتروح بس بشرط كل جلسه اجلس فيها السادس لا 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 ما تغيرون لا ما تغيرون ادخل الجروب يا اخي هذا علي ما تغيرون لا ايه والشرط ما تغيرون والشرط رياكشن هذا اللي شفت معك في القطات والقط خلاص لا في قطه تقط واجد القطه واجد افتح الرابط كمل بياناتك الزيم
اسمع اسمع و... وما يكون جالسه نفس يعني نفس هذه دائما احنا فيها وين شيء يكون وقتها كذا بعد زوم ادخل ركب البطاقه والركب السري لقد ربحت يا اخي والله العظيم حط وجهك هنا ابشر كل اللي لك ابو عقاب فديتك اسمع خنوره دثروني يا الثنائي الجديد دثروني اهلا اسمع الحليب اسمع علي 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 نواف يا اخي تحط جلسه صح؟ لا افتتح الموت اقسم بالله العظيم يا اخي خلنا نتونس اسمع افضل شيء علي صدق اني لو اني مسويها لا تكفى علي يا عيال هذا الدال جبر جبر ايش تبي تبي وايش تبي ابغى اي شيء حليب موز حليب موز انا بغير جلستي خلاص يلا تروح معي وسعد نبي نختار نجلس انا وانت صوت صوت خليك تعطي خنور لا تزعل يا اخي شام الضريب لا لا وجهك معي جلسة الحرب نواف روح جلستنا يا اخي اسمع لعب اسم بيت الله ابشر ابشر كلي لك عيوني لك والله شوف تجاب الاغراض انا بخذها هذه وش يكون بعد زوم وش 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 نبي يعطي نبي تعطونا رايك يقول شيء اسمها جلسه الحفله يعني خمسه ويمكن يكون في سادس هذا يا مسخر هذا هذه بيسخر عليك يعني فيه طقطقه كل يوم ضيف طيب في اعضاء رسميين ما نشوف يلا اللي اشوف انا هنا في 1 2 ثبتنا ايه اللي معانا كويس تعال هنا ايوه عرفت تعجبني ثقه برباح ويكون بعد زوم كذا فتره قصيره 40 دقيقه ليش يا اخي لا تسأل بس ما يكون جلسه نفس ذي لا كيف يعني اول ضيوف يعني اول ضيف السادس هذا السادس ولا معانا طيب يعني نسميها جلسه حفله نبيها جلسه حفله ولا وشو غير جلسه حفله جلسه العيال اسمع جلسه لا جلسه النادر لا تشرح اسمع جلسه النادر لا هذه ما لا حيدي تدرس لي تكبر اذان جبر قبل مو شرط يعني كل يوم نجي كل يوم طقطق انا زعلان اليوم رشيد يا ربي بيحاسبك حفلتنا منا عندي لك حل طقمك حلو خارج السياق خارج السياق مفاجاه عندك طقم نفسه؟ حفلتنا منه وفينا مفاجأة؟ والله بتضبط راح تفرح اليوم جلسة الحفلة يلا ندشنها والله تعلم طول الفرشة والدنيا اسمع قلت تم عقاب لا كذا انت ما بموت تعلم نفسك كنت قلت تم يا بزر العشاء بكرة والله لي وناس انا فيها باسمينا طب جاني هدية يلا وش يبي ها يلا يلا بشركم جاي شو عنده مدري ايش جلسة بكرة يا بزر عجل بكرة العشاء بالجلسة من الزرقاء لا العشاء من البرتقال يا الربع يا الربع بكرة راح عندكم جلستنا جيبه هو ما اللي بيجيب العشاء عبد الله عليكم جلستنا البرتقالي جيب يا سلام تبون برتقالي تبون كسنائي تبون اللي انتم تبون طيب ويت ويت هذا قعود قعود يا برباح دقيقه دقيقه ويت 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 هذا حق حمود اخوي عيال حقوقه هذه جلسه والله بن عقاب كد الله اني ما اشوف حفظه الله ورعاه شو الطقم شو الطقم اني ما استانس ان شخص يقول كلمتي الا حمود بن عقاب بس الباقيين صراحه سام دي لا تقول الله يرحمه تحب وش كلمتك وش تكفى حمود ويت ويت وش الكلمه لا لا رساله رساله حمود بوسه بوسه حمود بوسه جمعيه تعال خلاص مو بلازم كل الناس يدرون بكره الجمهور هلا علاوي سام انا تعال تعال انا تعال يبي يا خصم ممكن يا سحس انا لا تشوفون هذا حمود عيون حمود بن عقاب لا لا اخنون سحس حبيبي ممكن دي بجاي شوي بس خمس دقائق الى انت علينا قول ايه الى انت مو علينا قول ايه عادي انا مشكلة عشان ما يطلع براك صح انا بعد اي صح عبد الله الحافي ما ابدا الحين يا ولد انت مستعجل ليه؟ اغاني شلات شلات مو اغاني الحين بتجيك فقرة 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 دقيقة خله يا يا كنق الحفلة على وجه تبسم يوم نظرني وانا نظرته سلام الله على وجه تبسم سلام الله على وجهي حلبني وحلبته سلام الله على وجهي حلبني وحلبته والله يا وحلب الاغنية حل من غلط في الكلمات شكلي مو بلازم اقولها عطونا شغلوا الاكباس يا ادارة الاكباس اللي برا شغلوها اروح جلسة هذيك ارشيد ارشيد عشان يروح معك عشان يضمن الدخول وين راح
رايحين بعلمك لا تشوف مفاجأة 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 مفاجأة